تعالوا شباب نشوف اكزامبل نمبر 3 عن الميوتشوال كابلنج. تعالوا كده نتخيل ان انا عندي تو كويلز، متوصلين مع بعض بالصوره دي كده، بحيث الدوت كانت هنا والدوت هنا. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يعني هنا عندي فولت سورس بالصوره دي كده مثلا في، وهنا بلس ماينس بالصوره دي كده، ودي كارنت جاي لي. طيب نكتبها ازاي؟ اكتب كده طبق كرشوف، يبقى V equals to I، طبعا الاولاني الميوتوال السيلف اندكتنس الاولاني هتبقى J اوميجا L1، ادي عندي هنا L1 ده عندي L2، وفي ما بينهم كابلنج مقداره M، هتبقى J اوميجا L1 I بلس J اوميجا L2 I. طبعا I لان دي الدايرة هنا سيريز، نفس الكرنت اللي هو ماشي في التو كويلز زي بعض. طيب وفي بعد كده كابلنج، بقى في كابلنج من الثاني، من الثاني على الاولاني، يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن جي اوميجا، جي اوميجا ام اي، نفس الكارنت اهوت جي اوميجا ام اي. بس هنا السؤال بقى مش عارفين بلس ولا نيجاتيف، يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف، تمام؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طب نعمل ايه؟ نبص كده على التاني اهو، ادي الكرنت ماشي هنا، يبقى الدوت هنا موجبه، الدوت موجبه، يبقى الدوت الثانيه موجبه. يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ يبقى نحط هنا فولت السورس تخيلي، ادي فولت السورس تخيلي اهوت، والموجه بتبقى بعيده عن الدوت، يبقى هنا موجب وهنا سالب. فلما تمشي هنا دلوقتي كده في الكرنت، يقابلك مين الاول؟ يقابلك الموجب بتاع الفولت سورس التخيلي اللي انت شفته، يبقى تحط بلس اهو، تمام. سوري احنا مسحنا السيركت خالص، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل هناخد بقى من الاولاني على الثاني، نفس الكلام من الاولاني على الثاني الميوتوال اندكتنس، ايه اللي حصل؟ يبقى هنقول جي اوميجا ام، جي اوميجا ام طبعا اي، ان الكرنت اللي ماشي واحد فيهم كلهم، بس احنا ما احناش عارفين هنحط بلس ولا ماينس. فمن الاولاني على الثاني، من الاولاني امشي كده معايا، يبقى هنا في بلس، يبقى الدوت الثانيه عندها ايه؟ الدوت عندها بلس. يبقى هنا هنيجي نحط كارنت سورس، هنيجي نحط فولت سورس، اهوت، وهنا هيبقى فيه بلس ماينس، الصوره دي كده بلس ماينس. فوانت ماشي كده في الكارنت باللوب بتاعك هيقابلك البلس الاول، وبالتالي تصبح ايه؟ تصبح بلس. دلوقتي احنا ممكن نختصر الايكويشن دي كده، خلاص انها في ايكوال تو اي از ا كونستنت، جي اوميجا خدها كومن، هيتفضل لك ايه؟ ال1 بلس ال2 بلس 2 ام. لو احنا جينا تخيلنا ان السيركت دي كده عباره عن ال ايكويفالنت، هنا في ال وبنسميه ال ايكويفالنت، وهنا في الفولتج بتاعي، يبقى في هذه الحاله ال ايكويفالنت بكام؟ هتبقى ال ايكويفالنت في هذه الحاله عباره عن في جي اوميجا ال ايكويفالنت في اي. لما نقارن التو ايكويشن، ادي الايكويشن دي هنقارنها بالايكويشن دي كده، يبقى هنلاقي ان ال ايكويفالنت ب ال1 بلس ال2 بلس 2 ام. اكن التو كويل متوصلين يعني سيريز سام هاو، بيتقال عليها كده يعني، بس ما هوش يعني السيريز بتاع المقاومات، بس اتس اوكي يعني، هنا ال ايكويفالنت عباره عن ال1 بلس ال2 بلس 2 ام. تعال نشوف انذر كونفيجريشن. لو ال 2 ام متوصلين بشكل يعني مختلف شويه، يعني ادي كده الكويل، نفس الكويل هو هو، بس الدوت هنا مره وهنا الدوت هنا مره، وادي كده الفولتج بتاعك بالصوره دي كده على طول. بقى نعملها بسرعه كده، ادي بلس ماينس، هنطبق كيرشوف، يبقى كده في ايكوالز، ايه؟ جي اوميجا ال1، طبعا دي ال1 دي L2، وفي ما بينهم كابلنج مقداره M.
هتبقى جي اوميجا ال1 اي بلس جي اوميجا ال2 اي. كده كتبت دلوقتي السيلف اندكتنس بتاع كل واحده من الاثنين. طيب في ميوتوال اندكتنس بقى، يبقى هنا في جي اوميجا ام اي وهنا كمان في جي اوميجا ام اي، بس انا ما كتبتش موجب ولا سالب لان انا ما اعرفش. تعال نشوف كده اللي من الثاني على الاولاني، من الثاني على الاولاني، هناخد من 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 هنا كده، من هنا على هنا، ايه اللي هيحصل من هنا على هنا؟ تعال نشوف الدوت المسببه الاول اللي هنا، ادي الكارنت ماشي كده اهوت، كده 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 كده، يبقى هنا موجب وهنا نا وهنا ماينس. يبقى الدوت ايه يا شباب؟ يبقى الدوت سالب، يبقى الدوت المسببه سالب. طالما الدوت سالبه يبقى الدوت الثانيه تبقى سالبه، طالما الدوت الثانيه تبقى سالبه يبقى هنحط فولت السورس بالصوره دي كده، وهنا ماينس، وهنا ايه؟ وهنا ام سوري، وهنا وهنا ماينس، هنا ماينس، وهنا بلس. يعني البعيد عن الدوت، البعيد عن الدوت هيبقى هو نفس نفس الاشاره، ياخد نفس الساين. يعني ادي كارنت سورس اهوت، هيبقى هنا ماينس وهنا بلس. فوانت ماشي كده بتطبق قانون كيرشوف، يقابلك مين؟ يقابلك الاول ماينس، وبالتالي هنحط ماينس. تمام تمام. طيب نفس الكلام ده هنرجع نعمله تاني، بس على مين بقى؟ على هناخد بقى من الاولاني على التاني. يعني دلوقتي هناخد من الاولاني على التاني. طب ازاي الاولاني بيأثر على التاني؟ طيب تعال نشوف. الاولاني ماشي فيه كارنت اهو، يبقى الدوت هنا ايه؟ موجب. يبقى الدوت التانيه قد ايه؟ يبقى الدوت التانيه موجب. يبقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انا اجي هنا وهعمل كارنت سورس تخيلي اهوت، واحط هنا موجب وهنا ماينس. فوانت ماشي كده دلوقتي، وانت ماشي كده طبعا شيل بقى اي اشارات عشان ما تتلخبطش، شيل اي حاجه عشان ما تتلخبطش، وانت ماشي في هذا الاتجاه كده يقابلك مين؟ يقابلك ماينس، يبقى هتحط هنا ماينس. وبالتالي ممكن اكتب دي دلوقتي اسمها في ايكوالز تو جي اوميجا ال اي، جي اوميجا جي اوميجا اي، ونكتب هنا كومان ال كومان ال1 بلس ال2 ماينس 2 ام. لو احنا جينا عملنا التو كويلز دول انهم ايكويفالنت لوان كويل وحطيناهم بالصوره دي كده، ادي في، يبقى نفس المساله اللي فاتت، يبقى في تساوي جي اوميجا اي ال. من هنا نقارن الايكويشن دي كده بالايكويشن دي كده، دي كده ال ايكويفالنت. يبقى هنا في هذه الحاله ال ايكويفالنت بتاعتي عباره عن ال1 بلس ال2 ماينس 2 ام. يبقى خدنا بالنا لما الدوت اتغيرت يعني ايه اللي حصل؟ الماينس 2 ام دي كان قبل كده كانت بلس لما كانت الدوت كانت هنا. انما الدوت بعيد عن يعني مختلفين عن بعض هيبقى ماينس 2 ام. تعال ناخد انذر كونفجريشن، ده اللاست كونفجريشن بتاعنا. يعني مثلا نشوف ممكن يبقى عندي مثلا تو كويلز بالصوره دي كده كونكتد انه بادي باريل، يعني باريل كويل بالصوره دي كده، وهنا في بلس ماينس وادي في، وحاطين الدوت انه بادي كده. تمام، هنا في ال1 وهنا في ال2 وهنا في ميتوال كابلنج مقداره ام. وبقول لك هات لي ال ايكويفالنت، هات لي الايه لحد دلوقتي ال ايكويفالنت. تمام، هنعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ هنكتب كيرشوف عادي خالص، يعني قانون كيرشوف هنكتبه. هنكتب في ايكوالز تو ايكوال تو وات، اكتب كده على اللوب الاولاني. يعني يبقى عباره عن هنا في كارنت مقداره اي1، هنا في كارنت مقداره اي2، وهنا في كارنت مقداره اي. طبعا بارل سيركت، الكرنت اللي داخل هيتجزا، جزء هيمشي هنسميه اي1 وجزء هيمشي هنسميه اي2. هتبقى في عباره عن ال1 بارشال اي1 باي بارشال تي، ده اللي هو الميتوال اندكتنس بتاع السيلف اندكتنس اسف بتاع الاولاني. وبعد كده في ايه؟ في كابلنج جاي من الاولاني من الثاني على الاولاني، كابلنج جاي من الثاني على الاولاني. طب دي نحسبها ازاي؟ ها نشوف الثاني داخل له هنا ايه؟ بوزيتيف، يعني الكرنت داخل، يبقى النقطه ديت الدوت بتاعته بوزيتيف، يبقى الدوت الثانيه بوزيتيف، يبقى هنحط هنا فوق كرنت، يبقى هنحط هنا فوق فولت السورس
هنحط هنا فوق فولت سورس، يعني مثلا بالصوره دي كده هنحط فوق فولت سورس، وهتبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. واضح يا شباب؟ يعني الدوت دي بوزيتيف تبقى الدنيا بوزيتيف، يبقى نحط فولت سورس والبوزيتيف تبقى بعيده عن الدوت فوق كده. يبقى وبالتالي وانت بتطبق قانون كيرشوف يقابلك البوزيتيف يبقى هتقول بوزيتيف، يبقى هتقول بعد كده هناخد انذر كونفيجريشن. ادي باريل، ادي باريل كويلز بالصوره دي كده، وادي عندي في، هنا عندي ال1، هنا عندي ال2، وادي الدوت هنا، وبيقول لي هنا في ميوتوال اندكتنس مقداره ام، بيقول لي احسب ال equivalent. هنا داخل لي اي1، هنا داخل لي اي2، وهنا الكرنت اللي جاي لي توتال اي. تمام تمام. هنعمل ايه؟ هنا عندي فولتج اهوت، هنكتب القانون كيرشوف عادي خالص. يبقى في ايكوالز ايه؟ اي1 ايكوالز جي اوميجا، جي اوميجا ال1 اي، ادي كده السيلف اندكتنس بتاعي الاولاني، بلس اور ماينس في اندكتنس جاي، ميوتوال اندكتنس جاي من الثاني على الاولاني، من الثاني على الاولاني، هتبقى جي اوميجا ام اي 2، جي اوميجا ام اي 2 بالصوره دي كده، هنا اي 1، هنا اي 1، جي اوميجا ام اي 2. طيب مشكلتي في ايه دلوقتي؟ هنحط ماينس ولا بلس؟ انا بدرس عند الاولاني، بدرس عند الاولاني، يبقى هنشوف الثاني الدوت بتاعته عامله ايه؟ الدوت بتاعته بوزيتيف. تبقى هنا الدوت هنا ايه يا شباب؟ يبقى هنا الدوت بوزيتيف، الدوت بوزيتيف يبقى اعمل ايه؟ يبقى اجي احط هنا فولت السورس كده تخيلي، وفوق تبقى البوزيتيف. فبالتالي وانت بتطبق كيرشوف معاك اهو، انت ماشي كده بكيرشوف اهوت، يبقى البوزيتيف هتقابلك الاول، يبقى تحط لي هنا بوزيتيف. تحط لي هنا ايه؟ تحط هنا بوزيتيف، واضحه؟ طيب تعالى نشوف كده الثاني، نكتب الفي مره ثانيه بس هنكتبها من على الفولت الثاني. يبقى الفي هتساوي، يبقى الفي هتساوي جي اوميجا ال2 اي2، ادي كده الفولتج على الثاني السيلف اندكتنس، وفي بعد كده فاكتور جاي لي من الميوتوال اندكتنس من الاولاني، من الاولاني على الثاني، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن جي اوميجا ام، جي اوميجا ام اي 1، جي اوميجا ام اي 1. طيب دلوقتي ما نعرفش هي موجب ولا سالب، انا مش عارف، هنعمل ايه؟ هنشوف المسبب، المسبب هنا في الميوتوال اندكتنس اي 1. طيب يعني ندخل كده، يبقى الدوت بتاعته ايه؟ يبقى داخل على الدوت، يبقى هنا موجب سالب، يبقى داخل على الدوت موجب، يبقى الدوت الثانيه موجبه، موجبه يبقى نعمل ايه يا شباب؟ يبقى نحط هنا فولت السورس تخيلي البوزيتيف بتاعته لفوق. فوانت جاي بتطبق كيرشوف هتقابل البوزيتيف الاول، يبقى هتحط لي هنا ايه؟ بوزيتيف. واضح كده؟ طيب بعد ما خدت التو ايكويشنز دول، يبقى عندك تو ايكويشنز اي 1 واي 2، اي 1 واي 2، تو ايكويشنز هنحلهم مع بعض. هنكتب اكسبريشن لـ I1 و I2، هنكتب اكسبريشن لـ I1 و I2، هيطلع عندك بعد طبعا ما نحل المعادلات حل يعني تيديس، عبارة عن I1 عبارة عن V L2 minus M على J أوميجا L1 L2 minus M square I1 equals I2 equals to V L1 minus M على G أوميجا L1 L2 minus M square. طبعا الحل عادي straight forward computation، هتحلها وتطلع expression. طب بعد كده عندك I equals to I1 plus I2، I equals to A I1 plus I2. لو انت جيت يعني تخيلت ان انت عندك فولت السورس بالصورة دي كده، وفي عندك كويل just one coil، في هذه الحالة الكويل ده بنسميه ال equivalent. هتبقى ايه علاقة الكويل ده هوت بالتو كويلز اللي احنا حطيناهم دول؟ هتبقى ايه علاقتهم ببعض؟ طبعا اكتب كده قانون كيرشوف، يبقى كده اي
عبارة عن V على G أوميجا L. G أوميجا L equivalent. من الإكسبريشن ده هوت، من الإكسبريشن ده ومن التو إكسبريشنز دول، من يعني من المعادلات دي مع بعض، هنطلع إن الـ L equivalent، إن الـ L equivalent هتساوي L1 L2 minus M squared على L1 plus L2 plus 2M. Just calculation هنعملها ونطلع الـ expression دهوت.